الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرس يعني الابداع كان مولود فينا لحظه مواعينا لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم يلا سيب بصمتك يلا يلا سيب لمستك يلا أنا سعيد بتشريف حضرتك دكتور أحمد الحقيقة وخبرتك كبيرة في اللغات الأجنبية وفي مجال الإشاعة. أنا سعيد جدا إن حضرتك تكون من أوائل الناس اللي تخوض معانا هذه التجربة وهذه المنظومة. حقيقي بشكرهم جدا جدا. وجدت مستشفى من أروع ما يكون وجدت نشاط شباب أطباء جميل جدا. بصراحه شعور جميل جدا. بشكر حقيقه الدكتور اكرم اللي في المستشفى على الدعوه دي. وكان لقاء حميم جميل بقالي بالظبط 15 سنه. كنت زمان باجي بورسعيد شفت زملاء كتير قوي قوي من زمان وحطينا رولز للتعاون مع بعض لنفع المرضى بطريقه علميه كويسه. وبشكرهم جدا كلهم على الروح اللي لقيت عندهم. شوف الكون سبحان من